ثلاث ايام كده يومين يومين آه. يومين ثلاث ايام يعني حد اثنين ثلاث وعاوزين ناخدها ماراثون ماشي فوق الخزان ساعة ما في الامن هنا هيبقى يوم الثاني يوم الثاني صباحيه اليوم الثاني ما نفترض ساعه اللي هي ما تبقاش عليها حركه الساعه 10 او حاجه ناخد نص حاره حتى عشان برضه ونبدا الضيوف اللي فاضلين هنشترك كلنا الشباب والبيتين بقى او اللي هم يعني اللي هيبقى متاح ان هم يبقوا معانا يعني اللي هم هيبقوا متاح يبقوا معانا والجماعات معانا برضه وناخدها كده ايه ماراثون ماشي لغايه ما نوصل هنا بعد البر الثاني تمام تعبير ونقف وسط الخزان يعني حتى ناخد ممكن بعد الماراثون نعمل حاجه ظريفه لو